ولمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني كيف ترى هذا الاتصال وكيف يأتي في إطار بذل الجهود العربية والإسلامية لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وأيضا وقف مزيد من الانتهاكات عليه؟ طبعا التشاور بين السيد الرئيس والأمير محمد بن سلمان هام جدا، وفي توقيت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة إما تصعيدا إسرائيليا متزايد أو مخاوف من اتساع دائرة الصراع في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تحقيق التوازن وبذل الاتصالات والتشاور بين القاهرة والرياض. دوما يحمل الإسناد الدبلوماسي والسياسي والمعنوي المطلوب ليبث الثقة في الموقف العربي وليدفع نحو المزيد من التحركات القائمة على التفاهم المتبادل وإدراك الدولتين للمخاطر التي تتهدد المنطقة والأمن القومي العربي. ومن هنا فتواصل السيد الرئيس والأمير محمد بن سلمان هو في غاية الأهمية والضرورة. مصر والمملكة العربية السعودية هما جناحي الأمة العربية، عندما يلتقي فهناك خير يرتجى من هذا الاتصال، وأعتقد أن مصر والمملكة العربية السعودية قادرتان بدبلوماسيتهما النافذة والرفيعة التواصل مع الأطراف الدولية وإسناد عملية التواصل من أجل التوصل لاتفاق هدنة، الأمر الذي ترعاه مصر ودولة قطر الشقيق، بما يكفل التواصل لوقف إطلاق النار والعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن وبث الأمل في المشهد الفلسطيني بعد جرائم الحرب المتكررة التي تمارسها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي امتد أذاها إلى الضفة الغربية لينقض على مكتسبات أوسلو وليحاول في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية الفلسطينية الانقضاض أيضا على آخر مظاهر السيادة الفلسطينية، ما يدفع السيد الرئيس والأمير محمد بن سلمان إلى وضع نسق للتحرك العربي المشترك خلال المرحلة القادمة والاستفادة من ثقة المملكة العربية السعودية ومصر على الساحة الإقليمية والدولية، إما لتحقيق التهدئة والتواصل لوقف إطلاق النار أو الإعاز لقوة إقليمية بضبط النفس وعدم التدخل في مشهد يتمنى نتنياهو أن يزداد عنفا واتساعا ليتمكن من البقاء في سدة الحكم حتى موعد الانتخابات الأمريكية، وربما عندما يتلقف اليمين الجمهوري والمرشح ترامب أن ينتقل لفترة حكم تالية تقبع فيها المنطقة أسيرة لمخاطر توغل اليمين المتطرف بما يقضي على ما تبقى من الأراضي وبما يضع المنطقة على حافة الهاوية، الأمر الذي يستدعي الحكمة الدفينة في المواقف الدبلوماسية والتحركات المنشودة من القيادة المصرية والسعودية. نعم، سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.